إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ شديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود الله 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 الله
تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. مولاي سيد المرسلين
الذي ألبس الله تاج النبوة وجعله نبي الأنبياء وآدم منجذر مندمج في الطين اصطفاه حبيبا طبيبا خصوصا من بين هذا العموم أجمعين فقال ربنا تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نوّأت بمجيء الكتب منزلة من الحي الصمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فأشارت إلى تفضيله بشمول المفضلين ولم يتدبر ذلك بمقتضى القابلية سوى الأمة المحمدية أنى لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين إذ كان سر سجود آدم ودعوة إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم نزاه مولاه عما يقول الظالمون فقال تعالى وما صاحبكم بمجنون ثم أقسم بعمره في القرآن المحفوظ المسموم فتدبر حبيبي لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ختم الشرائع بتأخيره الفاخر وكان أول ما خلق الله نور نبيك يا جابير فلذا جعله في الرتبة العزمية المقدم وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عين الأحيان الوجود ومركز دائرة العارفين ما كان محمد لنا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين سر أسرار المظالم وملاذ السادات الأفاخر الذي جعل الله انشراح صدور أهل الإيمان في تحكيمه تعظيما فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما هذا الحبيب وسيلة المذنبين قال لنا منقم الحجة مع التصريح والتبيين لنعلم كيف تشبث بأذياله ونتوخى تفهيما ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما يا قرة عين العاصين يا حبيب الله أنت الذي نادمت الحق قاب قوسين أو أدنى ناذرا إلى تجلي كيف أراد وكما أراد ما زاغ بصرك وما طغى أتراك حين ينالك وفاء أحدي
فيعطيك ربك فترضى. أتنسى الناشئين لامتداحك وللقلوب المرضى. وأنت في كل حالة ملحوظا مرفوضا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إن جبرت كسر قلبي أنتم أهل الذمام. أو هجرتم يا حبائب فعلى الدنيا السلام. قالت أقمار الدياجي كل أرباب الغرام. كل من يعشق محمد ينبغي ألا ينام. مرج البحرين دمعي كاد أن يلتقيان بين سمعي وفؤادي. برزخ لا يبغيان ودموع العين تجري للغمام. قال تقمار الدياجي كل أرباب الغرام. كل من يعشق محمد ينبغي ألا ينام. الصلاة والسلام
وصلي وسلم عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعلم أنه رسول رب العالمين وقائد الغر المحجلين وسيد جميع الأنبياء والمرسلين والذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين رؤوف بالمؤمنين شفيع بالمذنبين ورسول إلى كافة الخلق أجمعين كما قال الله تعالى في كتابه المبين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صاحب الحوض المولود والمقام المحمود واللواء المحقود والشفاعة العظمى لليوم الموعود إمام هاشمي ورسول قريشي ونبي حرمي مكي مدني افطحي طهامي أصله آدمي وفرعه نزاري وحسبه إبراهيمي ونسبه إسماعيلي وشخص علمي ونور قمري ولسان عربي وقلب رحماني وبحته حجازي رسول الثقلين لا بالطويل الذائب ولا بالقصير الداني أبيض اللون مشرب بالحمرة أبنى الأنف أدعج العينين أزج الحاجبين أشعر الذراعين براق الجبين أكحل المقلتين باسط اليدين عظيم المنكبين شطن الكفين قامته بين القامتين إذا قام مع الناس أمهم بالقيام وإذا مشى معهم كأنه صحاب مظلل بالغمام عليه من الله تعالى أفضل الصلاة والسلام نبي الحرمين خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد لأجل صلاة العيد فرى الصبيان يلعبون وولد واقف يبكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا أيها الولد وكان الولد لا يعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعني أبكي يا أيها الرجل استشهد بي في غزوة بغزوات النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجت أمي بغير أبي وأخذ داري وأكل مالي
سرتك ما تراني عاليا جائعا حزينا فلما أتى يوم العيد فتجدد حزني فبكيت وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن أكون لك أبا وعائشة أما وعلي عما والفاطمة أختا والحسن والحسين إخوة فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فقال فكيف ما أرضى يا أبا القاسم محمد فبحقه صلوا وسلموا على محمد اللهم صل وسلم عليه أتيق الناس ريحا واسمع الناس كفة وإذا سلم عليه أحد أو صافحه وجد في كفه رائحة الفردوس إلى ثلاثة أيام بليالها وإذا رأيته جالسا في صحن المسجد كأنه البدر المنير قد طلع في ليلة 14 وجبينه يتلألأ نورا بنور النبوة كما يتلألأ القمر ليلة البدر جعله الله رسولا كريما قسيما وسيما وفي عينيه دعه وشفته يستر منهما النور وبين كتفيه خاتم النبوة مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه في الدنيا محمد لأنه محمود عند الله وملائكته واسمه نذير لأنه ينذر من النار واسمه بشير لأنه يبشر بالجنة واسمه سراج لأنه سراج لأمته واسمه المرتضى لأن الله تعالى يرضيه يوم القيامة ويشفعه في أمته وأنزل القرآن العظيم عليه وأظهر الإسلام ونصح أمته وعبد ربه حتى أتاه اليقين وكان له صلى الله عليه وسلم من العمر 63 سنة وكان أقوى الأنبياء لله تعالى وكان مولده ليلة الاثنين 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول قد أثر الله على يدي المعجزات البالغات لأن هذه لا تكون إلا لنبي المرسل إلى كافة الناس والخلق أجمعين اللهم صل عليه وعلى آله إلى يوم الدين صلوا عليه صلى الله عليك يا رسول الله في كل لمحة ونفس
الناس عدد ما وسعه علم الله. صلى الله عليك يا نبي الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. صلى الله عليك يا حبيب الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى لا يسمعون حسيسها إن الذين سبقت لهم Thank you.
وعدا علينا. اللهم امس وعدك يا رب. وعدا علينا كتبنا في الزبور ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها Geldim sana.
geldim sana. Subhanallah, Sultanallah, tüm dertlere derman Allah, ben eyledim hadsiz günah, yürüm ile geldim. من السكر والعسل وأبرد من الثلج
وكان قد لاحق عطش شديد فتناولتها وشربتها فلم اجد شيئا لذ منها واضى علي من النور العظيم ثم رضيت واذا انا بطير ابيض قد دخل علي في حجتي ثم نوى جناحي على فؤادي ووضعت النبي رسول الهادي والصلاه عليك السلام عليك من باب السلام والصلاه عليك السلام عليك مظلل بالغمام الصلاة عليك السلام عليك يا نسر كرامي الصلاة عليك السلام عليك يا نسر الذبيحي الصلاة عليك السلام عليك الفسيحي الصلاة عليك السلام عليك يا مؤيد الصلاة عليك السلام عليك يا مهدي وهادي الصلاة عليك السلام عليك أحمد يا محمد الصلاة عليك السلام عليك خير العباد الصلاة عليك السلام عليك خير الرشاد الصلاة عليك السلام عليك يا نسر الخليل الصلاة عليك السلام عليك من باب السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين Thank you.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine cümlemizi nail eyle. İlahi ya Rabbel alemin ve ya Erhamer Rahimin, bu manevi ikramdan hasıl olan sevabı bir müddet önce senin rahmet-i rahmanına tevdi edilmiş bulunan merhume Hacı Suna hanımefendinin ruhuna hediye eyledik şu anda haberdar ile ya Rabbi. Ya Rabbi, burada yapılan ikramlara bedel Allah'ın katından sen kendisine ikram eyle ya Rabbi. Cennetinle ve nimetlerinle onları tahtif, onu tahtif eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve ya Erhamer Rahimin, seyyiatı varsa hasenata tebdil eyle. Hesabını kolay eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, kabrini bir nur bahçesi eyle. İlahi ya Rabbel alemin ve ya Erhamer Rahimin, amin diyen kardeşlerimizin ve ya Rabbi bu müesseseyi hazırlayıp bu hale getiren, yardım eden kardeşlerimizin de amin, ahirete geçmiş bütün ana, baba, akraba, taallufatını da rahmet eyle ya Rabbi. Cümle mümin ve müminatı affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'e selamet lütfeyle. Ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'in sıkıntılarını bertaraf eyle. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'in ya Rabbi ıslah eyle ya Rabbi. Özellikle alimlerimizi, amirlerimizi ıslah eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve ya Erhamer Rahimin, içinde bulunduğumuz zilleti izzete tebdil eyle Allah'ım. Allahümme aizzel İslam vel Müslümin. Allahümme aizzene bil Kur'an. Allahümme aizzene bil iman. Allahümme aizzene bil İslam. Allahümme ehdina fîmen hedeyt. وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا ربنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم آنس وحشتها وارحم غربتها وجاف الأرض عن جنبيها ولقها ولقنا الأمن رضاك اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها ولجماعة الحاضرين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Allah kabul etsin inşallah. İnşallah aşağıda ikram var. Fazla. Sayın Vekilim, bir şey düşük. Bir şey diyor musunuz? Ekrarullah hayırlı. Sayın Valide rahmetli Aziz Süleyman Salih Hıncı Mevlid'e şu dostlar rahmet ettiler, lütfettiler, ziyaretler. Allah hepsinden razı olsun. Kıymadeden razıydı. Allah ondan razı olsun.